بكم مشاهدي الكرام من جديد. الفنون التشكيلية أنواع وأشكال، وكل فن بينتمي لمدرسة. لكن مؤخرا في فن ظهر بين الشباب مؤخرا، وهو الفن أو الفنون المفاهيمية اللي بتوصل رسالة أي كان نوع أو طريقة التوصيل. الجدير بالذكر أنه يعني مؤخرا في معرض أنا فن كان هناك جدل كبير حول جناح شاب سعودي فنان، وهو حمزة جمجوم، واللي بيقدم ومعتاد أنه هو يقدم أفكاره بطريقة غريبة، بطريقة مجنونة، بطريقة والله أنا فعلا ماني عارفة إيش أوصفها، لكن هي بالتأكيد طريقة ملفتة للنظر، طريقة غير مألوفة أبدا. إحنا اليوم يسعدنا أنه نرحب بضيفنا الكريم الفنان حمزة جمجوم. يسعد مساك. متى وصلت من زحل ولا من الفضاء؟ قبل شوية. قبل شوية. إيش اللي عامله ده يا حمزة؟ أنا عادة دائماً لما أحب أتكلم عن فني أو أفتح موضوع عن اللي أنا بسويه، أحب دائماً أكون جزء من فني. لما أتكلم مع إنسان عن فني ما أحب أجي زي حياتي اليومية عادي لابس توب ولا جينز ولا تيشيرت، أحب أجي أكون برضو جزء من الأعمال اللي أنا أقدمها برضو. أنا ماني عارفة إيش أقول عنك، والله أقول لك أهو الورق. أمسك الورق مرة ثانية. ما أبغى أمسك ورقة. أنا ماني عارفة إيش أقول لك. أنت ديزاينر، أنت طبعاً بتصمم ملابسك. بالضبط. أنت ديزاينر ولا فنان تشكيلي ولا انسان، انت ايش يعني ايش اللي في دماغك بالضبط؟ انا نفسي اقراك فعلا. انا فنان. انت فنان. فنان، لانه كلمه فنان كلمه مره كبيره، ممكن تشمل اشياء مره كثير. ممكن اكون فنان ارسم، ممكن اكون فنان اصمم، ممكن اكون فنان امثل، ممكن اكون فنان. انت عندك قدره للتمثيل وعندك قدره للاداء وعندك قدره. اي بالضبط. قريب نزلت اول فيلم عملته اللي هو كان مخلوق المرفأ، كان أول عمل تمثيلي لي أعمله، كان أمس عرضه في مهرجان مرفأ. فأنا عن نفسي أحس كلمة فن هي أكثر حاجة أحسها لاقي اللي أنا بقدمه، لأنه ما أبغى الناس تعينني أنا أسوي شيء واحد بس، لأنه أنا أسوي أشياء مختلفة أو أشياء كثيرة، ما هي حاجة واحدة بس. فعشان كده أنا أسمي نفسي بس فنان أو اسم فني فن. أنا بس يعني نسيت أرحب بضيوفك اللي جايين معك. ارفع القزازة شوية، العلبة، الصندوق، عشان الناس تشوف أنت حمزة جايب إيش معك. جايب معي فيران اللي كانت معي في المهرجان نفسه حق أنا فن. فيران؟ بالضبط. دي فيران، يعني يا ريت الواحد يقول هامستر، يقول حاجة لذيذة لطيفة. فيران زي الفيران في الشارع بس بيضة. بس. طيب، إيش موضوع الفيران ده؟ موضوع الفيران، انا كنت عملت قبل اسبوعين في مهرجان او معرض انا فن نظمته اجنحه عربيه، كان في مركز الخياط، كان اول جاليري لي او اول مره اطلع لمجتمع اقدم فني. فعملت اللي هو كنت عامل قطعه كانت هي الواجهه للناس، كانت فيها فيران، كان فيها 20 فاره بتاكل لحم، وفي جسم انسان مانيكان بس، وفي مخ فوق المانيكان نفسه. كانت هي الفكره الاساسيه في الموضوع، احنا كبشر كيف افكارنا دائما مخنا شغال، من افكار، من مشاكل، من هموم، اشياء مره كثيره. نفس الشيء الفيران دائما بتتحرك، دائما اهي انت شايفاها هنا دحين بتتحرك، نفس دحين مخ الانسان او مخ الناس اللي بتتفرج علينا دحين. ليش هو لابس كذا؟ طب ليش هو قدم فن؟ انت بتحب تشغل البال، تحب تثير الجدل. بالضبط. ليه؟ لأنه أنا عندي قاعدة ودائما أقول لنفسي، لو أنا لمست تفكير أي إنسان أو كان بينتقد أو كان سلبي، في النهاية لمست تفكيره لمدة ثانية أو ثانيتين أو دقيقة أو يوم، ده شيء يسعدني. أنت تبغى يعني ترسخ في ذاكرة الناس، الناس بالضبط. ما تنساك، تحب أنه تكون شخصية مثيرة للجدل. حسألك بالضبط. على الجزئية هذه، لكن كونك تكلمت معرض أنا فن، أنت قدمت مجموعة من الأعمال مش المثيرة للجدل، مثيرة للجدل، مثيرة للصدمات، مثيرة للرعب، مثيرة للقلق. يعني انت حكي شو، اعطي الناس فكرة انت قدمت ايش. انا عارفة، انا اخذت فكرة على الموضوع وجاني يعني صدمة، فانت اعطي الناس فكرة انت قدمت ايه. كانت فكرتي من الاساس انه ابو الانسان لما يخش المعرض يحس نفسه هو مختلف، او بالاحرى يحس انه الاشياء اللي حوالينه مختلفة. كان كله اسود في اسود، بس القطع هي اللي كانت باينة، اللي هي القطع كانت كل قطعة عليها معنى، كل قطعة عليها قصة. من كيف أنا بدأت، كيف كملت، وكيف الأربع شهور اللي مرت علي من مهرجان أنا فن، من مهرجان مرفأ، الأشياء دي كلها. أنا مخي كفنان كان ما يوقف عن التفكير أبدا، لمدة أربع شهور بفكر أنا إيش أبغى أقدم. ففي النهاية قررت، قلت طب أنا بقدم عمل يبين للناس أنا كيف مخي كان خلال أربع شهور اللي فاتت، وكيف مخ الإنسان بيكون في حياته اليومية. كانت في قطعة اللي هي حقة الفيران نفسها، كانت
في فيران كثير. انا اتمنى انه يجيبوها الشباب على الشاشه، المخرج عبد الملك يا ريت يجيبوها على الشاشه، اللي هي اللوحات او الاعمال اللي انت قدمتها. في من ضمن الاعمال كان عباره عن راس داخل صندوق، ايوه، وطالع منه الدماغ وحوالينه فئران. هي الفئران هذه نفسها، هي نفسها الفئران. طب ايش ايش تبغى تقول؟ هي دي كنت بقول انه في لها معنيين. المعنى الاول التفكير في مخ الانسان، كيف بيكون التفكير دائما احنا بنفكر، وكانت الفئران بتاكل اللحم لانه بتعبر عن مرات احنا في افكار بتاثر فينا، بتاكل فينا كهموم كمشاكل نفسيه كاشياء. وصفت الافكار السلبيه بالفئران، كل شيء كانت الفئران هي الاساس، الاشياء اللي بيصير جوه المخ نفسه، وكان اللحم موجود عشان يعبر على انه هذا الشيء داخل داخل جسم الانسان نفسه. هذا هو اللي على الصوره الان. ايوه بالضبط. وكان في اللي هو المخ، فوق المخ كان هو اساس كل شيء، لو المخ اتاكل الانسان بينتهي خلاص، ما يصير فيه شيء يقدر يقدمه، ما يصير فيه شيء يقدر يوريه للمجتمع او في حياته كلها. فكان المخ فوق، عشان كذا ما خلت الفئران توصل للمخ نفسه. الفئران كانت طبعا مقفوله، عندها أكسجين أهم شيء، ما كان في ولا فارمات الحمد لله. كانت بتاكل مبسوطة. واجهت أنه كان في ناس أتكلموا وقالوا أنه أنا كنت بعذب الفيران، أنه يبوا يرفعوا شكوى وأشياء. يعني إيه تعذب الفيران؟ أنا أبداً أبداً ما عذبت ولا فار، بالعكس أنا أعتقد إحنا لو أي مخلوق حي بيأكل أي بيأكل خضروات بيأكل أيوه وبيأكل لحم، لو نحن أدينا له لحم هذا يعتبر شيء مرة حلو. الفيران تاكل لحم، احنا عاده لما بنجيب الفيران بناكلها اكل عادي. فانا اكلتهم لحم، كان يعني زي تقول لي فيران عز. ما شاء الله. فهي دي كانت الفكره الاساسيه، وكان في واحد لابس ورق. ما هي جات احنا ما انا ما نوحت عنها لانه كنت سايباك تسترسل في كلامك، بس انا شفت صوره رجل او شاب لابس ورق، وفي ناس بتمضي على الورق ده. بالضبط. عادة لما بنخش جاليري، بنخش معرض، بنخش شيء، الناس تحب تكتب الكومنتس حقتها، تعليقاتها، الاشياء، مرات تكتبها في ورقه، في دفتر، في لوحه. انا حبيت الناس تكتبها في انسان. زي الكومنتس، الانسان دائما الناس بتعلق على الانسان، يعني انا دحين هذا كان واحد من اصدقائك انت. بالضبط. ايش سوى فيك بعد الحفل؟ هو اول ما شال القناع انبسط، قال لي اخيرا، الناس كلها كانت متحمسه تشوف شكله، وانا وجه له تحيه لانه كان عباره عن دكتور مسكين، جلس لابس اللبس مده المهرجان كله تقريبا. وجالس كده، وكنت اخليه ياخذ له لفه كده جوله في المهرجان نفسه، ناس كثير حسبته انه انا لانه ما كان باين شكله وذا. فهي كانت الفكره الاساسيه انه الناس، الانسان كعامه بياخذ تعليقات، انا دحين جالس هنا الناس بتعلق ليش هو لابس زي كده. انا متاكده من ده الشيء. ايوه، فعشان كده خليت انه الناس تكتب تعليقاتها على الانسان نفسه مو على الورقه. هي دي كانت الفكره الاساسيه من الموضوع. وكان عندك فكره ثانيه برضه غريبه، اللي هي كان زي القفص الكبير، كان ايش جواته بالضبط يا حمد؟ القفص الكبير هذا كان اول عمل فني انا قدمته. انا قبل 4 سنين ما كنت انسان اجتماعي، كنت اخاف اواجه المجتمع، كنت اخاف اتكلم مع الناس. فكانت افكاري كلها تكبر جوتي، تكبر 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 لحد انه خلاص انا قلت بيني وبين نفسي، انا لين متى راح اكتب افكاري؟ لين متى ما حقدم فني للناس؟ لازم ابدا اعبره. فكانت القفص كان يعبر عن انه في عصفور جوه القفص ده كبر حياته كلها جوه القفص، لين ما جناحه ما صار يكفي القفص ده نفسه. فخرج من القفص، لما خرج من القفص صار لونه ابيض، بما انه اللون الابيض يعبر عن الحريه والسعاده وكل شيء. بس في نفس الوقت في جرح، الجرح ده كان كلام الناس وانتقادات الناس وكل شيء. ما في انسان ما بياخذ كلام او ناس تتكلم عنه او تقول عنه كلام. فكان الجرح يعبر عن ده، دي النقطة الأساسية في الحياة العامة. وفي نفس الوقت العصفور كان بيطير ومكمل حتى هو مجروح. نفس الشيء أنا حتى وأنا انتقدت كملت وكملت وبدأت أكمل لما قدمت أول معرض. أنت بسبب انتقاد الناس، بصراحة حمزة، أنت بسبب انتقاد الناس النتيجة كانت ضغطة الضغط، وأنا عارفة أنه أنت تعرضت لانتقادات رهيبة، وأحترم فيك أنك أنت ماشي وداعس بنزين بطريقة رهيبة، يعني أنت ما هو فارق معك. بالضبط. وصرت تعمل النقيض، يعني صرت تعمل اللي بينتقدون الناس بشكل أكبر، يعني هذا السبب. قيود الاجتماعية اللي كنت أنت يعني بتعاني منها كانت سبب دافع ليك أنك أنت تطلع للإكستريم. أنا حب دائما أطلع زي ما يقولوا من دون حدود، اللي جوتي اطلعه. ايش اللي بيقيدك طيب؟ ما في كذا، بيني وبين نفسي اقول خلاص انا في دي الفكره طلعت لي ابى اطلع اقدمها. وفي فكره اساسيه في اللي انا بقدمه، انه انا ابغى اي فنان او فنانه سعودي او عربي سعودي أو عربي عنده افكار ممكن يحسها مختلفه او مجنونه، ما يتردد انه يقدمها. عندنا فنانين مجانين زيك كذا؟ اكيد في، متاكد، يعني متاكد مره كثير انه اكيد في. اساسا الفن ما يكون فن من غير جنون، صح ولا لا؟ بالضبط.
ما هو هذا هدف الفنان، الفنان يترك بصمته. انا ما تركت بصمتي، انا ما قدمت شيء. فانا بالنسبه لي لو انا ما تركت بصمتي في اي شيء انا قدمته اعتبره ما عملت ولا شيء في الحياه. طب ايش ناوي تعمل انت؟ انت بكل الاعمال، خليني انا اعطي رايي بصراحه وبامانه، يعني انا يمكن حينوبني من الحب جانب دحين بعد ما اقول رايي ده، لكن انا معجبه بطريقه يعني تقديمك لاعمالك بالجنون ده، لانه لو ما كان جنون ما كان فن، ولو ما كان جنون ما كان لفت نظر الناس بالشكل ده. بالضبط. مختلف الفن، الفنان يكون مختلف. انا معجبه بهذا النوع من انواع شكرا. الفنون، لكن اكيد انت عندك مرحله، شيء كده شايفه قدام عينك وتبغى توصل له، ايش هو؟ ابى اوصل لمرحله انه لما يسمع اي انسان انه حمزه او حمزه جمجمه مقدم عمل فني في مكان كده، او عامل مهرجان او عامل عرض، الانسان يتحمس يجي مره بسرعه عشان يشوف ايش الشيء الجديد اللي راح ايش الشيء الجديد اللي راح اقدمه، ايش الشيء اللي حاعمله. هذا هو هدفي. هدفي انه اي انسان يسمع باسمي او شيء ممكن يتحمس يقدم فن، ممكن يتحمس يقدم اشياء، او يتحمس انه يجي يشوف شيء مختلف زي ما عملت المعرض حقي. او امس كان اول عرض فني مباشر لي قدمته، كان في مهرجان مرفا، فكان الحضور مره فظيع، يعني كان بحدود 2000 ل 3000 شخص جاي يحضر الفيلم اللي انا قدمته لاول مره اللي هو كان مخلوق مرفا. فانا طبعا انبسطت بالحضور وانبسطت. انا هو هذا هدفي، هدفي انه ابغى الانسان زي اللي صار امس وزي اللي صار في معرض انا فن يجي متحمس انه يكون جاي ومتاكد انه حيشوف شيء مختلف. أكيد. ما حيشوف شيء تقليدي او شيء موجود دائما. فهذا هو انا اللي بوصل له ان شاء الله في السنه الجايه هذا ان شاء الله. اتمنى انك انت كمان ان شاء الله ان شاء الله حمزه توصل للعالميه، لانه اعتقد انه مساحتك عضله الخيال عندك واسعه وقويه جدا. بالضبط. وتفكيرك فاق الطبيعي، فانا اتوقع انه انت توصل ان شاء الله للعالميه وتستحق ان شاء الله. شكرا لك ولضيوفك اللي جو معك. انا جبتهم خصيصا عشان في ناس قالوا انه الفيران ماتت، بس انا ما قدرت اجيب العلبه كلها بكبرى. خفت الفيران. هو كم فار كده؟ 20 فار. انا كنت على يعني أنا برجعهم. انا نفسي اخذ العلبه على فكره، بس ما ادري يعني الوقت حيسعفنا، بس اعتقد لا انتهت الفقره. بس انا نفسي اخذ العلبه دي واشوف اشكالهم بيلعبوا كيف ولا ايش بيسووا. هم بياكلوا الحين. يعطيك الف عافيه وشكرا لتواجدك يا حمزه. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شرف اكيد طبعا. الله يخليك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره بين هلالين الغريبه ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، القافلة الوردية تستعرض خريطة مسيرة الفرسان ضد سرطان الثدي.